في حوار مع طبعا المقدم الكبير ونحييه برشا عبد الرزاق الشابي مع صديقه وزميل هادي زعيم، حوار فيه برشا تاثر يعني من لي دو كوتي. شفتوا الحوار نعم. عبد الرزاق يبكي وهو يحكي على تجربته ووضعيته، يقول باش نرجع لحنبال وانا في حنبال وما نخليش حنبال، وبطلب من الجمهور المسامح كريم، يقول لكن بعمري ما خدمت نهار في ديكور انا نحبه ولا انا طلبته ولا كي نمشي بحذا نوف الورتاني ولا هادي زعيم نقول ما شاء الله صح عليهم الديكور اللي عندهم. صحيح نجم شوف ريت هذه مشكل هذه هو فيديو عبد الرزاق يواجه فيها مقولته هذيك عنده مره هذه ظروف مباشر وكذا، كلمه هذيك راهو تخلصا من المشاكل نتاع انتاج، خاطر هو في المباشر ويظهر الحاجات اللي تظهر في المباشر تو في المسجل نجم واحد ينظر. المشكله هذه الامكانيات الماديه نتاع القناه، احنا اضطرينا باش نتعاملوا مع شركات تتعاون معنا الناحيه هذه الكليراج والديكور وغيره، فهمتني؟ لكن رغم ذلك ريت المشاكل هذه الحصه ماخذ صداك نجاح طبعا ايه وضجه ايه وعبد الرزاق بيدو هك تشوف راهو الضجه اللي عملها من بامكانيات صفر يمشي هو تنقل الحاجة مشى للتاسعه قعد مده عبد الرزاق اشهر. علاش مشى؟ رد فعل مش على خاطر كان الامكانيات راهو خاطر الناس اللي كانوا في القناه وكانوا معنا على ابواب باش يخرجوا دخلوا في الواحد ولو يقول لك هذا يدخل وهذا ما يدخلش يجيو للاداره يجيو لياني يقول لي عبد الرزاق وهلا ذوادي وايمان مداحي هذم يزينا منهم ما يدخلوش هذه توا هذم نقابيين يتكلموا هكا في محتوى واحد ما حسوا برواحهم ما عادش عنده جو نتاع خدمه ضحى في الامكانيات وكل شيء لكن هذه ما نجمش يقاوم. مشى هز روحه وقال لي علمني سي عبد الرزاق علمك لو مشى وقلت وامشي قلت وكان تتحسن الامور وانا ما زلت في قناه حنبعد اجى لدارك وهذا اللي صار وذاك اللي صار وش قال لي عبد الرزاق؟ قال لي يا سي زوير مشيت لغادي يا ربي مشاك ان شاء الله مانا ظروف خدمك قال لي يا ما لقيتش الروح اللي حاجتي بها الروح ما لقاهاش واضح نتاع حنبعد بمشاكلها وذي نرجع لك الموضوع نتاع قبيله السر نتاع حنبعد السر نتاع حنبعد ما فماش واحد مثلا اليوم لعبد الرزاق الشابي تو نحسن تو نعم يقول لي تفضل فما يعرف هو بدينا خلينا نعرفوا نحن فما وعود مش وعد فما برنامج تاع ديموش حنبعد برنامج تاع مسامح كريم فهمتني فما تطوير برشا امور من ناحيه الشكل ومن ناحيه المحتوى وفما والديكور واللوميير وغيره فما تثمينات علاش هو شويه بطات الحكايه الرجعه ما حبوش ترجع بصفة عادية عبد الرزاق شابي باش يختار ديكورو طبعا عبد الرزاق هو راه ويجي نقول هو اللي باش يختار ديكورو مرة هذه هو طرف في الانتاج معاهم جماعة خارق العادة مش قاعد هكاك يستهلكوا برا باش يكون معاهم مساهم في الانتاج خارق العادة